7h10. Imat في الراديو. Imat في الراديو. على الشدة. Ça te change le réveil. تعرفوا بأن المهنة السابقة أوفيسيال دابتسام فرنسا قبل ما يسهل على الله وتخدم في شركات كبار هما كاينش عيبة ماشي عيبة تعرفوا بأن هاد المهنة الناس كيدخلوا بها الفلوس أكثر من كندخلوا بها حنا تماما غير هو كان ما كنتش كنتخيلك كتغوتي وكتزغرتي ابتسام كانت نقافة شحال هادي حبسوا كلشي فوالا كانت نقافة شحال هادي شكرا لا شو هاد عبد ربي هاد عبد ربي نقف 67 عرس في فرنسا نقف هاد عبد ربي راه والله حتى كتهضر معكم ديال الصح راك عارف والله العظيم انا ما عمري ما بغيت نقول هاد الهضره هادي لان ما عادش هي راه مهنه فهمتي زعما مهنه اللي كيدخلوا بها فلوس يمكن كثر اخويا من داكشي السالير ديالك مع ديالي مع مهدي هادي الا جمعناهم ثلاثه ما يعطيوش غير هي كتخيلها فرنسا واش فرنسا هي كتنقف لا بالعربيه كتدخل فلوس وكتعشى فابور وكتدي معك الماكله وكتجي معك الحلوه ودي معك ماكارون تقدري ديري لينا شي كيفاش كنتي كديري لي كيدخلوا ل بحال كاع النقافات دير لنا شي مقطع موسيقي ديال خاصني بعد على الميكرو ماشي مشكل نسيني كاع حدا الباب نسيني سري حدا الباب ماشي مشكل صدمتوني هاد الصباح انايا صدمتوني لا بارك الله عليك هاكي السلام ديالك وهاكي الجود مورنينغ ديالك شكرا تبارك الله عليك كنت مع الجيلاني اش غادي نقول لك خص تعرفوا بان غادي يكون انا اليوم سعيد صنهاجي مع تسعود سعيد صنهاجي كنظن بانك الفتاه المناسبه في المكان المناسب من 7 ل 10 7h10 ايمات في الراديو ايمات في الراديو على الشده سا تو شونج لو ريفيل